طبه باطمئنان. لم كنت ما كنت أريده هو أن أزور هذا البلد كسائحة أمريكية، وعندما أزور المسجد أحس بالاطمئنان وبالسلام وأحببت الإسلام. لكن كيف كانت التجربة بالنسبة لك بعد وأنت فقدت 8 من أهلك في 11 سبتمبر؟ ألم تشعري بأن هؤلاء هم الذين تسببوا في ذلك؟ البعض من الأمريكيين اعتبروا الإسلام والمسلمين تسببوا في ضحاياهم، وكيف كان رد عائلتك؟ أعتقد أن إحدى بناتك حتى قطعتك بعد تحولك للإسلام. إيه Indeed they do. صحيح لقد فعلوا ذلك. وعندما هاجموا مركز التجارة العالمي كنت في العمل، وكانت هناك صدمة كبيرة لدي.